تشهد مدينة سيئون عاصمة وادي وصحراء محافظة حضرموت ازدحامات مرورية أدت إلى الاختناقات، وخصوصا في فترة الصباح أو الظهيرة مع خروج الموظفين من الدوام وحركة التجارة التي تشهدها المدينة، الأمر الذي زاد من مهمة أفراد حركة السير للانتشار في شوارع المدينة والتقاطعات لتنظيم حركة المركبات. الحركة في مدينة سيئون هذه الأيام في نوع من الازدحام، وخاصة من الصباح الباكر وأيضا وقت الذروة عند خروج الموظفين من دواماتهم. احنا في هذا الموضوع نقوم بتوزيع أفراد شرطة السير من الصباح على عدد من التقاطعات، وكذلك عدد من الشوارع الذي نرى أنها تكون مزحومة. سبب الازدحام كثرة الآليات، أيضا توافد عدد كثير من باقي محافظات الجمهورية سواء كانوا نازحين أو زائرين أو غيره إلى مدينة سيئون. حركة الحياة التجارية والحياة المعتادة ومرتادية المدينة من باقي القرى ومدن الوادي تؤدي إلى نوع من الازدحام والاختناق في بعض الأحيان. في ظل هذه الظروف طبعا انعكست هذه الأعداد الكبيرة الواصلة من النازحين ومن العايدين على مديريتنا وخاصة على الخدمات، فانعكست كذلك في الأسواق ازدحام مركبات المرورية. هذا كله يعني ظل بظلاله على المديرية وعلى المدينة أنه هناك ازدحام كثير. الازدحامات المرورية التي تشهدها المدينة يراها البعض أنها نتيجة لزيادة عدد الوافدين إلى سيئون، سواء نازحين أو زوار أو مسافرين عبر مطار سيئون الدولي، وهو ما شهدته أيضا بعض الأسواق من ازدحام لحركة المركبات والتي زادت مع ضيق في بعض الشوارع الرئيسية. معالجات هذا الموضوع منها نشر عدد كبير من أفراد شرطة السير، وأيضا بعض الدوريات، كذلك الفترة التي يقومون فيها وملاحظة فترة أوقات الازدحام سواء كان في الصباح أو في الظهيرة. بالنسبة للحلول والتغلب على هذا الازدحام، طبعا بتوجيهات من الأخ الوكيل عملنا خطة بتوسعة الأماكن اللي فيها الازدحام. بدينا أولا بمداخل المدينة، لها مدخلين شرقي وغربي. المدخل الشرقي يأتي من محطة بن عبودان، توسعة خطين إلى السوق طبعا. في الجانب الغربي كذلك من جولة بحارثة إلى جولة محبريش، هذه التوسعة ستكون بدلا ما يكون خط رايح جاي يكون خطين، ستخفف من المعاناة الازدحام. طبعا هناك توسعات أخرى بسفلته في شوارع المدينة، في بحيث أنه هناك يكون كيف التغلب على الازدحامات. الازدحام هذا سيكون هناك معالجة أخرى بنقل بعض الأسواق الداخلية، وقد بدأت الآن بتشيع المستثمرين بعمل أسواق مركزية. سلطة الوادي وبالتعاون مع السلطة المحلية بمدينة سيئون تعمل جاهدة على وضع الحلول المناسبة على الواقع، وتساهم في تذليل الصعوبات التي تواجه المدينة.